في مجالات الحياة المختلفة مشاهدينا الكرام، وتحديدا المجالات الأكاديمية، يبدع الطلاب دائما ويظهرون ما نهلوه من معين الجامعة وأساتذتهم من خلال الخبرات والمعارف والعلوم في مشاريع تخرجهم. هذه المشاريع التي يتسابق فيها كل خريج لإبراز ما نهلوا من خلال سنوات طويلة جدا من الدراسة والكفاح ومشاوير الركض اليومي بين مكتبة وقاعة ولاب وأخرى. إذن سنتطرق إن شاء الله للحديث عن واحد من هذه المشروعات من خلال صباح الشغل هذا اليوم. نعم، حتكون معنا واحدة من خريجات جامعة الرباط، يمكن استضفناهم في فترة سابقة وتحدثنا عن فكرة المشروع الجماعي اللي هم بينفذوه كمشروع تخرج، يهتم ويتحدث عن الثقافة الشعبية والتواصل ما بين الشعوب، يعني ما بين السودانيين وعدد من الشعوب، انه يمكن ان يقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها. عموما دي مفاهيم كثيرة هم حاولوا ان يعكسوها من خلال السيمينارات، من خلال مواد مصورة، من خلال الترتيب لمهرجان كان كبير جدا على الرباط. بس هتكون خريجة تقى سيد، هي مخرجة فيلم نجومة فرح. مرحبا بك حسام، صباح الخير عليك. صباح الخير، نحن سعيدين جدا بك، ونعود ربما أشار إليه عدد من الزملاء، لكن للمخرج دائما نظرة مختلفة لكافة الأعمال، في كل المجال، في كل الأعمال، كل تأكيد. فنبدأ من عنوان الفيلم وعنوان المشروع بصورة عامة، اختيار العناوين. والله إحنا يعني في اختيار العناوين يعني اختلفنا شديد نسبة لنا، يعني إننا قدوم رومانسي، يعني قدوم هي أو زواج في انه نعمل دراما. طبعا نسبه لين يعني الدراما السودانيه شويه يعني بتجد شويه صعوبات عشان اخذوا كل زول اخذ شخصيه، يعني اخترنا شخصيات على حسب انه الزول ده يعني هو كيف في الجامعه ومحيط يعني. في محيط الجامعه. بعد ذاك بدينا انه نتدرب، اخذنا يومين تدريب. طبعا الموضوع كله تم في اسبوع واحد نسبه لانه تحصلنا كان الامتحانات والشغل وكذا. بدينا كل زول اديناه الدور بتاعه، وكل زول بقى يعني اخذنا يومين تدريب. بعد ذاك بدينا تصوير لمده يومين، كانت تصوير كانت حكايه بتاعت 14 مشهد، ما بين 14 15 لحد المشهد الاخير. بدينا التصوير يوم جمعه من الصباح، طلعنا بدينا التصوير وكذا، والحمد لله توفقنا يعني، ولقينا ناس كثير يعني يعني ساعدونا وشجعونا، منا استاذه عبد الرحمن سركتي، انا بوجه له التحيه من هنا، يعني زود ساعدنا شديد، تحيه كبيره له. ساعدنا شديد في انه كيف احنا نكتب سيناريو، كيف انه نعمل سكريبت، كيف ان احنا نتملك الشخصيه، كيف انه انا ذاتي ادير عمل كامل زي ده. والله برضو بنحيي استاذنا عبد الرحمن سركتي، يعني من اميز المخرجين السودانيين. هو فيلم قصير تقريبا زمن ربع ساعه. ربع ساعه. طيب خلينا نشوف جزء منه، نحن انت والمشاهدين نشوف البرومو بتاع الفيلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يولد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. أنا مستغربة، يعني أنت قدرت تحفظ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، غالبك تحفظ قل هو الله أحد؟ لانه اصلا معلمتي فاشله كده. خلينا من ده كله، انت محتاج تراك تاني. كل مره هتساليني السؤال ده؟ ايوه كل مره هسالك لحد ما اشوفك قدامي في الليل. طيب هجيكي بعد اسبوعين، تمام؟ يا سلام، ما قدر اصدق اخيرا حتكون معي في البيت. وانا كمان عايز اسالك، انت حابه تسكني هنا في القريه ولا في المدينه؟ ما عندي مشكله، بس المهم اكون معاك. وانا حابة اكون معك، بس انت عارفه قبل شنو، انا بحب المكان ده وتعودت على اجواءه وطبيعته. شهادتك طلعت في نفس الاسم اللي اخترته. محمد
جيل فرانسيس. وانت حيكون اسمك مدام فرانسيس كده. انا شفتهم بعيوني ديل ودي بقى اول مره وكل صباح الناس ديل بيتسحبوا على الجناين ويتونسوا ويتضحكوا وانتوا هنا قاعدين ما جايبين خبر واتخالتي خالد معاه مالك شنو بنتك حايمه مع الغريب وتقولي في شنو سامع يا عمي يا احمد يا ولدي انت عارف جوزيف ده ابنه جوزيف ده شغال مع خالد في السفاره الفرنساويه له 5 سنين قاعد يجينا في الحله بياكل اكلنا وبيشرب شرابنا ده زول غريب ده زول غريب هوري لي زول غريب بتعرفوا من وين؟ وبتخبر عنه شنو؟ وبتضمن انت يا زول؟ غايته ما بدورك في الضلع بيحضر لك كده يا مرد عمي بكره وقت الفاس يقع في الراس بتشوفوا براكم وبتقول احمد قال بونجور كيف الحال؟ خالد يا ولدي مدام احمد واد عمه هيتكلم معناه ناس الحله ذاتهم هيتكلم في الدخل والمرقدي انا لكن يا عمي بكون دائما معاهم في كل طلعه اهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام توقع يمكن تابعنا البعد خلينا نعلق عليه طبعا يعني في اختيار الشخصيات طبعا يعني الشخصيه الممثله الاجنبي ده هو اسامه ولد من دفعتنا هو فلسطيني طبعا الشخصيه بتاعته بتحكي عن دبلوماسي هو شغال في السفاره السودانيه في السفاره الفرنسيه عفوا في السودان هنا فهو له 5 سنين بيجي السودان طبعا حب العادات السودانيه وحب التقاليد وكده فصديقه اللي هو خالد خالد ده يعني صديقه وشغال معاه برضه في نفس السفارة بيمشي معاه بلده اللي هي طبعا احنا عبدنا منطقة الجزيرة كهي المنطقة يعني الأشمل والناس بيجوها وكده فمشى الجزيرة معاه ولما مشى حبة بتخاله اللي هي بتخالته اللي هي مونة ممثلة شخصية إسراء عمر زميلتي برضه فبعدك البيت يعني كان قبل كده متقدم لها وتعمها اللي هو أحمد احمد ده طبعا يعني ممثل شخصيا ان هو يعني زول صعب وزول ان هو عايز يتزوج يعني لازم انه زي بيقول شنو غط قد حق انه هو عايز يتزوج بتعمه كده هاي بتعمه فوجدنا انه بعد ذاك انه هو بيحاول انه شنو يعني يبين يعني بالشخصيه الفرنسيه دي يحاول انه هو يطلعها انه هو زول ما كويس انه هو زول ما بيعرف ربنا انه هو زول كافر انتوا كيف تزوجوا بنتكم لزول كافر وهو كان اسلم يعني هو اصلا زول مسلم فوجدنا في القصه دي انه احنا كيف يعني نخلق الصراع بين الاثنين ديل عشان يقدر يتوافق بيناتهم بعد ذاك وصلنا في قمه الحبكه للموضوع انه هو جاي يحرق بيت الفرنسي ده حاول انه يحرق البيت وانه يضره عشان ما يتزوج البيت دي بعد ذاك لما جاي يحرق البيت لقى انه الزول ده قاعد يصلي فطبعا احنا يعني بطبيعتنا كسودانيين وشعب السوداني ما يعني ما عندنا الحقد ما عندنا الخصاصه ما عندنا الحاجات دي كلها فلما جاء بيشوفه هو بيصلي حيقوم بعد ذاك انه هو شو حيحس انه يعني هو ما مفروض انه يعمل كده ما مفروض انه هو يعمل حاجه زي دي فهيجي يقعد معاه يا اخي انت اسلمت احنا حنديك بنتنا دي لكن عندنا شروط انك انت تحافظ عليها وكده بعد ذاك حيتم الزواج تم الزواج تم الزواج طقوس سودانية يعني احنا بنتكلم عن 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 مشروع اللي نفذوه كل يعني في كل مراحله الفنيه وحتى الادائيه والاخراج وغيره هم
طلبة كلهم طلاب وطالبات جامعة الرباط، والتدريب كان يومين يعني. أي تدريب بس يومين، وبعدك بدينا طوال التصوير يعني، حتى التصوير أخذنا يومين بس في التصوير. أكثر مشاهد كانت صعبة بالنسبة لكم شنو يعني؟ أنتوا مشهد فيه كان كوميديا كده في تصويره فيه. والله طبعاً مشهد الزواج يعني، الحفلة اللي قبل أي تعال الحفلة الأخيرة يعني، ده أكثر مشهد يعني، على قدر ما إنه كان صعب وكده على قدر ما كان في كوميديا. مشينا لزميلتنا تبيان حافظ، وأنا بحييها هلا من هنا. يعني الناس أكرمونا جداً، جينا عشان نعمل عندهم المشهد يعني، حسسوني ان احنا يعني بالجد بنعمل في حاجه يعني حنستفيد منها لقدام. وطبعا بحيي برضو شركه جي اس كي لدعمها لنا في المشروع ده، بحييها من هنا. وبحيي برضو استاذه ساحر ابراهيم لوقفتها معانا، ممثله الدراميه القديره، الدراميه القديره والله بنحييها شديد، لان هي كانت واقفه معانا برضو في السيناريو. بالنسبه لانه في التخطيط يعني، اكثر المشاهد كانت صعوبه برضو مشهد انه في المزرعه، احنا طبعا صورنا في مزرعه في جريف. كان التصوير من الصباح، بدينا من الساعه 4 صباحا لحد الساعه 8 مساء، كان دي المشاهد الصباحيه والمسائيه والظهريه دي صورناها، كانت اول يوم. بعدك صورنا اخر مشهدين كان ثاني يوم. جميل. طيب في 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 قدر من المعقوليه دائما في العمل الجماعي، موضوع زي ده العمل الإعلامي بصورة عامة لازم توفر فيه عنصر العمل الجماعي، وكل الأيام اللي بتعمل باحترافية بتجيد العمل الجماعي دائما. فمسألة العمل الجماعي من خلال هذا الفيلم، إلى أي مدى حسيت إنه في توافق بين كل الكاست؟ ما في زول كان مدعب كده، ما في زول ما عارف الحاجة اللي هو بيعمل فيها. أكثر واحد من التيم إذا كان المصور، المخرجة أدعب الناس. والله يعني على قدر ما إحنا كنا حابين الشغل، على قدر ما إنه كلنا كنا بنساعد بعض يعني، بنحاول دائما إنه لو ده قصر الثاني تيم، الثاني قصر الثاني تيم يعني، بنحاول إنه شنتم لبعض عشان الحاجة دي تطلع بصورة جميلة. طبعا بحيي الفريق العامل كلهم اللي كانوا معاي، والمصورين اللي هم خريجين كانوا مننا صوروا لنا، منهم عمرو وإمام، كلهم انا بحييهم من هنا والله ما قصروا معانا نهائيا. هنا برضه بيجي موضوع عده الشغل زي ما بيقولوا، برضه دي حاجه صعبه انه كل العمليات الفنيه تكون موجوده يعني، فعلا كاميرات، اجهزه المونتاج، الاضاءه، الصوت. فعلا والله يعني احنا اشتغلنا طبعا من يعني بالصوت كان متعب شديد بالنسبه لنا يعني، حاولنا انه نسجل براها لما نجي نوفق الصوت في المونتاج، فكانت يعني حاجه صعبه شديد شغل صعب، لكن الحمد لله يعني توفقنا فيه وقدرتوا تنجزوا الى حد ما. اي الحمد لله. طيب خلينا نختم بالحاجه دي يعني، المشاريع التخرج بتاعتكم دي كلها في النهايه في فكره واحده انتم عاوزين تصلوا لها، انه الدبلوماسيه الشعبيه دي يمكن ان يعني تسهل كثير جدا في علاقات التواصل سواء على المستوى السياسي الاجتماعي والاقتصادي. جامعه الرباط نفسها فيها كثير برضو من الاشقاء العرب والاجانب والافارقه بيدرسوا في الجامعه. قيدومه فرنسيه ده الى اي مدى تحس انه هو فعلا كان مؤثر في وحقق الشعار بتاع مشاريع التخرج؟ فعلا والله حقق، لانه احنا طبعا نزلناه في مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وعملنا قناه في اليوتيوب بالاسم بتاع المشروع. طبعا احنا ما حنوقف على هنا، ان شاء الله حنعمل ثاني فيلم، حيبدا تصوير ان شاء الله في شهر 12 حنبدا ثاني تصوير نشتغل ان شاء الله. بالنسبه يعني نزلناه لقينا يعني قبول كبير للناس، يعني الناس كثيره يعني علقت لنا انه انتوا عملتوا. طبعا اول فكره يعني مره تتعاملي انها دور الدبلوماسيه وكده، وفكره انه الزواج الاجنبي من السودانيه والسوداني من الاجنبي احنا بنجدها كثيره يعني، دي اول مره الناس تسلطوا عليها الضوء، فلقينا قبول كبير جدا يعني. هل كان في ماده بحثيه طيب برضه مصاحبه للحاجات دي؟ كان في ماده بحثيه برضه للموضوع، معاها بحث بيتكلم برضه عن السيناريو وعن كيفيه انه دور الدبلوماسيه شنو اصلا في السودان، وعلاقه الاجانب ذاته لما نجي السودان يعني بيكون دورهم شنو يعني، بيعرفوا شنو يعني. فعلا يعني بنجد انه معظم الاجانب اللي بيجوا السودان هنا بيكونوا حابين العادات السودانيه شديد يعني، بيكونوا حابين الطقوس الزواج يعني، بيكون اغلبيه الحاجات السودانيه هنا بيكونوا حابينها. جميل. طيب ما بعد التخرج لكل الكاست العامل، شايفين كيف المستقبل القريب؟ والله احنا طبعا يعني قلنا بعد ذاك حنبدا طوالي ثاني نشتغل فيلم، ما حنوقف على كده بس. عملنا قناه في اليوتيوب زي ما قلت لك، حنزل فيها ان شاء الله، حنبدا فيلم تصوير ثاني شهر 12، بس نلقى جهه داعمه تدعمنا ان شاء الله، حنبدا ثاني تصوير ونشتغل فيلم ثاني ان شاء الله. حتواصلوا في 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 نفس الخط، لانه احنا الدراما السودانيه يعني خلينا عن بعيدا عن اشكالات الكبيره والعامه يعني في الانتاج وفي التسويق وغيره،
في فترة من الفترات كان في إدماج للأشقاء والأصدقاء من الدول الخارجية، يعني في مراحل الإنتاج الدراما المختلفة سواء على مستوى الممثلين المخرجين وحتى شركات الإنتاج، لكن مؤخرا الأجانب برضو شوية كده بيقوا ما مدمجين في الدراما. هل حتواصلوا في الحكاية دي من خلال الطلاب الأجانب الموجودين في الرباط، يعني حتحاولوا أنه تنتجوا أعمال يكون فيها برضو جزء من الأجانب مساهمين فيها؟ والله إحنا قلنا يعني حنعمل فكرة ثانية بس يعني بطريقة مختلفة شوية، ما حددنا لسه الوجهة حتكون وين بالضبط، لكن حنشتغل في الموضوع ده إن شاء الله، لأنه بجد الدراما السودانية محتاجة كثير، محتاجة حاجات كثيرة شديد. نعم. وفعلا يعني عايزين يعني بجد إنه الدراما السودانية دي تصبح زي الدراما العالمية وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. تبقى سيد، شكرا جميلا. شكرا لك حسام، شكرا لك أحمد، سعيدة جدا أنا بالمساحة دي، وشكرا لقناة الشروق اللي هي دائما كانت بتقيف معانا في كل عمل في جامعة الرباط الوطني، شكرا لكم كثير. هذا واجبنا، وعبرك بنحيي كل زملائك وزميلاتك في المشروع ده أو في مشاريع التخرج كلها يعني في الجامعة، شكرا جزيلا. شكرا لك، يعطيك العافية. كثر خير. شكرا. نحن وصلنا لختام الساعة الأولى من صباح الشروق. ختام الحلقة. حلقة جميلة كنت. لسه بدري. الساعة واحدة. شربت قهوة والله. هو فاصل قصير من بعد نعود نتواصل معكم في النصف الثاني من صباح الشروق.